نروح إلى موضوع آخر. إحنا صارنا كم يوم نتابع الحجاج في بيت الله الحرام ونتابع أخبارهم، خاصة إنه يعني نعرف إنه موسم الحج تكثر به بعض المشاكل هناك نتيجة تجمع ملايين الناس هناك من مختلف دول العالم. موفدنا هناك جمال جاب لنا هذه الرسالة من مجموعة من الحجاج اللي يوصلون سلامهم وعن أحوالهم وعن صحتهم في الديار المقدسة. إن شاء الله كل الحجاج يرجعون إلى أرض الوطن بصحة وعافية. أروح أشوف. أهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعي برنامج أهل المدينة. أضمن رسائل الحج المصورة، اليوم نحن في مكة المكرمة وفي فندق آخر يضم بعثات عراقية أخرى لننقل رسائل الحاج. نتعرف على حضرتك حجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحاج خضي محمد عباس من سامراء، وسلم على أهلي وأقربائي وعلى كل أهالي سامراء. إحنا بخير وبعافية، وجميع الحجاج بصحة عالية والحمد لله، ونشكر قناة الشرقية لإتاحة هذه الفرصة للسلام على أهلنا وذوينا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج حاتم خلف من محافظة صلاح الدين قضاء سامراء. نحن حجاج بيت الله الحرام بصحة جيدة، ونشكر قناة الشرقية على إتاحة الفرصة لنسلم على أهلنا كافة في قضاء سامراء، ونحن في صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاج مهدي صالح مرداع إبراهيم من محافظة صلاح الدين قضاء سامراء. أسلم على أهلي في منطقة المعمل، كل أهالي المعمل، وأنا بخير وصحة، ونتمنى من الله عز وجل بهذه المناسبة العزيزة أن يحفظ العراق وأهله، وأن يطفي نار الفتنة التي اشتعلت في بلاد العراق وبلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من هذه الديار المقدسة نرسل سلامنا إلى أهلنا في العراق، إلى زوجتي وأولادي والأقرباء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق من كل سوء. أنا الحاج جاسم جمعة من أهالي بغداد. أسلم على كافة أهلي وأقربائي. أنا الحاج حيدر مهدي صبر من محافظة واسط قضاء بدرة، وأسلم على أولا أهل العراق. نشكر قناة الشرقية على هذا الحضور المتميز هنا، وأسلم على العراق وأهلي وأصدقائي كلهم في العراق جميعا. أهدي سلامي إلى مدينة القائم، وبالخصوص وإلى والدي وأهلي وزوجتي والجيران، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلم على كافة العراقيين وأهل الأهل والأصدقاء. الحقيقة يعني سنة نلقى أحسن من سنة، خدمات منقطع النظير. يعني الحاج مرتاح جدا، غرف وفنادق آخر يعني آخر شيء 5 نجوم. بعدين عرفات السنة الحمد لله بلغونا أنه كله مكيف، مسقفات مكيفة، لجان طبية، لجان يعني بعثة حج طبية، الطعام، الإسكان. نشكر كل كادر مع البعثة العراقية على هذه الخدمة الجليلة، والحمد لله سنة أحسن من سنة. إحنا متعهدين ونجي سنة بعد سنة نلقى خدمة كل سنة مطورة عن سنة أخرى. أسلم على أهلي وأقاربي وأحبابي وأصدقائي في مدينة سامراء سلاما، وأقول لهم السلام عليكم. ونحن في مكة المكرمة والحمد لله في نفحات المولى جل وعلا ورحمته، وسلامي كما قلت إلى الأهل والأصدقاء والأحباب. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن ضيوف الرحمن الرحيم، نطلب من الله العزيز العلي القدير أن يوحد كلمة العراق من زاخو إلى الفاو. أسلم على أهلي وكافة أولادي وعلى أمي بالخاص، سلام تحية مني إلها، ونحن بخير والحمد لله. أسلم على جميع الأخوة والأخوات والأصدقاء وكافة من يسأل عنا، وشكر خاص أيضا إلى عائلة ترنبول، بارك الله بهم. إن الحاج عبد الله غناوي. أسلم على أهلي وأصدقائي في تكريت، وخصوصا علاوي وغيث وبلال، كما أهدي تحياتي إلى رعد عيسى آل دهيمة في تكريت، وتحياتي الخاصة إلى الأخ ناهض نزار حسين في الموصل حي الزهراء، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبتدي وباسم المحبة والأشواق الحارة أنتهي، إلا من لا أنساهم ولا يمل قلبي لحظة عن ذكراهم. تحيتنا أولها نورا وآخرها محبة وأشواقا وسرورا، تحية نهديها من صميم قلبي المشتاق لرؤية وجهي هم الباسم الكريم. وأتمنى من الله العزيز الكريم أن يجمعنا وأن يسهل لنا وأن نرجع إلى أهلنا سالمين غانمين، وأن يعم الأمان في العراق إن شاء الله. وسلامي وحبي إلى أهلي على قرية البطلفاح عامة،
وحبي وإخلاصي إلى قناة الشرقية وأهل المدينة، وتحياتي وحبي لكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلم الحاجة أم حيدر من محافظة واسط قضاء بدرة، أسلم على أهلي وعلى أولادي وعلى عوائلي وعلى أخواتي وعلى أولادهم وعلى جميع عشيرتي كافة، وعليكم السلام. جينا نطلب الحج إلى بيت الله الحرام لنطلب المغفرة والرحمة من الله العزيز العليم عليه القدير، وبالسلام إلى أولادي كافة وأقربائي وأخوتي وأعمامي جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج هيثم عاد العلوان من قضاء صلاح من محافظة صلاح الدين قضاء بلد أحب، أسلم على أهلي وأقربائي في العراق وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. إني أحمد مطر محمد جوير من مدينة الرمادي. نحن والحمد لله والشكر في مكة المكرمة، نشكر الله ونحمده على إداء هذه الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج. تحياتي إلى أهلي، إلى جميع أفراد عائلتي فردا فرد، وإلى أخوتي وعوائلهم. أنا أم محمد أسلم على أهلي وعلى ولدي وعلى قرايبنا كلهم، وإحنا الحمد لله بصحة زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إني الحاج حماد أحمد عودة صالح فراجي محافظة الأنبار، أبلغ سلامي وتحياتي إلى عائلتي وإلى زوجتي العزيزة وكذلك على أولادي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم ويحفظهم من كل مكروه. إني الحاجة سلامة محمد علوان، أهدي سلامي إلى أولادي خالد وسرمد وزوجته وأولادنا وأحفادنا وإلى جوارينا وجميع من يسأل علينا، والعراق إن شاء الله بخير وعفو وعافية وأمن وأمان والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني الحاجة أم حسام، أسلم على عائلتي وعلى المعلمات وعلى أهلي وعلى كل من يسأل علينا. أنا الحاجة أمل عباس حنين، أشكر الشرقية وأسلم على أهلي وخواتي وأهلي وإخواني، وإن شاء الله العراق بألف خير. أنا الحاجة مديحة حسن ومدالي، أسلم على أهلي وخواتي وبناتي، إحنا بخير ونشكر المتعهد ونشكر السعودية على كل اللي يسوون إياه، نشكر الشرقية. بارك الله بكم، بارك بجهودكم الشرقية المحطة المشهورة والمعروفة بجهودها الطيبة، وندعو للعراق بالخير والبركة إلى كفل ويوحد كلمتنا ويجمع شملنا، وتحياتي إلى أولادي والأهل وإلى كل الأصدقاء والأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نشكر الشرقية على جهودها المبذولة لحجاج بيت الله الحرام. إني الحاج جاسم جمعة شلتاغة، بلغ سلامي على جميع من يسأل عنا وعلى أهلي وأقربائي جميعا. يا رب يرجعون بالسلامة، والأجواء حلوة يعني احنا مصفنا وياهم. أي والله أنه ايه اندمجنا وياهم، لأنه الأجواء حلوة والرسالة اللي بعثوها لأهلهم حلوة أنه يطمنهم على صحتهم وعلى أحوالهم. الحمد لله ما صارت مشاكل لحد الآن، ما صارت مشاكل، خدمات جيدة إن شاء الله. إن شاء الله سنة عن سنة يكون الحال أفضل بالنسبة للحجاج المبعوثين من العراق إلى الديار المقدسة.